لمزيد من المعلومات نذهب مباشرة إلى بهج الثورة السورية مدينة درعا، وينضم إلينا إبراهيم الحريري مراسل شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. وعليكم السلام، حيا الله إبراهيم. حياك الله. إذا اشتباكات على أطراف المنشية بدرعا البلد، أيضا أنباء عن مقتل المعتوه العميد الركن نمر محمد الحسين وهو من المرمين يعني معروفين في صفوف النظام، ايضا استهداف تجمعات عصابات الاسد من قبل مشاهدينا مراكز عصابات الاسد على اطراف اخرى. نعم، حقيقه هو الامر الذي ركز عليه هو الان انا اعرف في محافظه درعا يحاول النظام ان يوجه الاعلام حتى الاعلام العالمي على معركه واحده وهي المعركه الحاصله شمال غرب محافظه درعا. الآن أنا أستطيع أن أقول أنها معركة ليست بالمهمة، لكنها ليست المعركة الوحيدة التي يخوضها المجاهدون ويخوضها الثوار على أرض حوران. هي إحدى المعارك التي يتقدم بها الجيش الحر والثوار والمجاهدين في أرض تسير اليوم. المعركة نتكلم عنها معركة منطقة دار العدس، وهي المنطقة الشمالية الغربية من محافظة درعا. هي المعركة الأهم حاليا في محافظة درعا، حيث حاول النظام مدعوما بعصابات حزب الله وإيران، بل ربما ليس مدعوما كانت القيادة وكان التقدم قبل، وهو ما كان لافت لأهل حوران وما استنفر قواتهم أن تدخل إيراني بشكل مباشر استهدف القطعة الشمالية الغربية من محافظة. استمع جيش الحروار والمجاهدين العزيزات إلى بقى وكبدوهم خسائر كبيرة لم تصل إحصائيات دقيقة، وهناك حقيقة تكتيم شبه تكتيم إعلام الانتصاف الهجمة الإعلامية على تلك المنطقة. لأن الخسائر رأينا فيديوهات وثقت هذه الخسائر، رأينا صور لجثث هؤلاء كانت ملقاة على السرود وثقت هذه الخسائر، وربما يكشف عن خسائر أكبر في الأيام المقبلة. ما نريد أن نقوله أن اليوم أن المعركة مستمرة، هدوء شبه نسبي اليوم على جبهات في دير العدس المحتلة حاليا، لكن دير العدس لا يتركها صور المجاهدين لأيدي هؤلاء. الاشتباكات لا زالت مستمرة، المعركة لا زالت مستمرة، ربما حوران مقبل منخفض جوي، ربما يستغله الثوار والمجاهدون لشن هجمات، ربما نشهد تحرير لدير العدس وفي المناطق في تلك المنطقة، وربما انهاء هذه الحالة التي بدأها نظام لتقليد فشله في باقي مناطق درعا. حين تكلم مؤخرا عن الانتصارات كان يحققها المجاهدين مساحات واسعة من حوران، شهدنا انتصارات الشيخ مسكين، شهدنا انتصارات ضمن مدينة درعا، شهدنا انتصارات وخسائر كبدها الثوار المجاهدين ضمن مدينة، شهدنا خسائر كبدها الثوار المجاهدين ضمن مدينة بصرة الشام. لهذا النظام الذي يحاول أن يبحث عن فسحة أمل ليعزز ثقته في قلوب جنوده التي انهارت معنوياتهم في حوران، خصوصا التي باتت شبه محررة. كانت حوران مقبلة على معارك كثيرة، وكانت ربما تشهد تحرير هذه المعركة الأخيرة أوقفت مؤقتا، ما يرى مراقبون أوقفت مؤقتا تقدم وسير المعارك في باقي مناطق حوران، لكن هذا لا يعني أن المعارك لن تستمر، لأن الجيش الحر قادر على أن التصدي للتقدم الحاصل في المنطقة الشمالية الغربية، وبنفس الوقت الجيش الحر قادر على أن يبدأ ويفتح معارك جديدة ربما تنهي وضع النظام من أصله في محافظة درعا. ننتقل لنتكلم عن الجانب الإنساني، وهو الجانب الذي لا أهمية عن الجانب العسكري في محافظة درعا، حيث المدنيين هم دائما من يذوقون الويلات جراء استهداف للنظام، ويتعمد النظام أن يستهدف المناطق المكتظة سكانيا بقذائف المدفعية والفوتيكا، أيضا بأيام عندما يذهب الغيوم في الشمس وما نشهد إلقاء برامج واستهداف المدنيين تحديدا بغارات من طيران الليل. لا نتكلم عن استهداف النظام بطيران الليل لمواقع عسكرية، بل ربما يستهدف النظام يستعد أن يدفع سفن صاروخ ميج ليستهدف سيف يحوي عدد من الأطفال والنساء والعجز في محافظة درعا. هذا ما بدوره أيضا يسبب ضغط كبير على المشافي الميدانية التي تنأى عن الإسعاف هؤلاء، خصوصا الجو العاصف الذي تشهده وحوران. بعض القرى تستخدم الطرق الترابية لإسعاف حاها في ظل هذا الموسم طار الغزيرة، وفي ظل هذا الجو العاصف تكون حالة الإسعاف صعبة جدا، وربما يضطر لإجراء عمليات داخل هذه القرى الصغيرة التي لا تملك أدنى قوة
المستلزمات الطبية ضمنها. نعم، إبراهيم الحريري مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من مدينة درعا، شكرا جزيلا.